بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قاعة العمليات لأمن ولاية البليدة. نتقدم بالتهاني للشعب الجزائري وكافة الزملاء العاملين بالميدان للسهر على تأمين المواطنين وممتلكات. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بتهاني الخالصة إلى كل المواطنين وإلى عائلة الأمن الوطني وخاصة العاملين صبيحة هذا العيد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بكل التهاني الحارة والخالصة لكل الزملاء العاملين في القطاع، ونتمنى بالصحة والعافية لكل شيء وخاصة الشعب الجزائري. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بكل التهاني إلى الشعب الجزائري وكافة الزملاء العاملين بالقطاع.